راديو نيل. الصبح خير وسامة سعيد وعمر عصام، واسئله وجوديه كتير قوي بنسالها النهارده في الصبح خير. فيعني حابين كده ان احنا ايه نتعرف على عقلنا زي ما سامة بتقول النهارده، جايين نتعرف على عقلنا. فيعني ده اللي احنا مبدئيا ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. فكان السؤال اللي فتح علينا الباب ده كان اللبن المسكوب مين اللي سكبه، فتفاجئنا ان الناس سكبت علينا كميه اسئله مسيكبة جدا. نديكوا بس عينة من اللي حصل دلوقتي. مثلا محمد أشرف بيقول السؤال الوجودي اللي سأله فنان محمد عبد الوهاب كل ده كان ليه؟ والله اهو ده السؤال ممكن احنا نروح على فكرة. احنا هل في سقفة؟ يا لهوي معلش دوس على زر السقفة. أيوة عشان ده السؤال اللي عمرنا ما هنعرف نجاوب عليه، لأن كلنا عند كل ده كان ليه؟ ها؟ ليه؟ ومش عارفة مين اللي هيجاوب عليه. المهم لا محدش بقى، ما خلاص عبدالله كمال سحلنا سحلة. يعني احنا بقالنا دلوقتي فوق الخمس دقايق بنفكر في الإجابة. قالك لجل الورد يتسقي العليق، ما هو العليق؟ ما انا حاسه ان انا عطلت ولازم اقفل الموضوع اللي انا فجرته ده حالا. اعتقد ان العليق ده اللي بيتعلق عليه الورد يعني. فهو والورد بيتسقي، العليق كمان بيتسقي. ماشي اوكي. عليق بقى ما طبيعي. والله ما فهمت حاجه، بس انا حاسه يعني انك بتقول كلام محترم. طبعا طبعا طبعا. طيب صباح الكنافه بالمانجا على نبغة الإذاعة عمورة والعصفورة نانسي اللي هو أنا، اللي أنا أصلا اسمي سامة بس تمام. رد بقى على الأسئلة دي. رقم واحد، ليه خط الدكتور محدش يعرف يقراه غير الصيدلي؟ عشان ما تروحش تطلب الأدوية دي من نفسك بعد كده وتكون حافظها. يلا. طب أنت عارف إن أنا ما بثقش في الدكتور إلا لو خطه وحش، لو خطه حلو ما بثقش فيه. بس يبقى ده عارف هو بيعمل إيه. السؤال اللي بعده. تاني سؤال، ذكر الفراشة اسمه إيه؟ اسمه ذكر الفراشة. هو الفراشة عشان ما فيش منها ذكر فعايشة سعيدة وفرحانة وألوانها مفرحة. وعشان بتفكر بالطريقة دي فالفراشة بالمناسبة ما عندهاش قلب. اول واحد نزل الواتساب كان بيكلم، او نزل الواتساب كان بيكلم مين؟ اعتقد كان بيتست مع نفسه، ما اعرفش من الموبايل التاني. ماشي. البطريق سمك ولا طائر؟ بسم كائن. الله الرحمن الرحيم. البطريق كائن. البطريق رمز. رمز الايه؟ وبعدين له ماشي للفتره اللي انا عايشه فيها دلوقتي دي. بالظبط. طبعا الفتره اللي هي بتاعت واحنا خارجين من الشتاء وداخلين على الصيف. كلنا بنبقى بطريق. اللي اخترع الساعه عارف الوقت ازاي قبل ما يظبطها؟ هو اللي ظبطها بقى، ما اعرفش. ليه الام بتعمل باسورد للموبايل وكل ولادها عارفينه؟ عشان تحس انها عندها خصوصيه، لان دي الحاجات اللي هي نفسها تعملها مش الحاجات اللي بتحصل. لا هو مش عاملاه برضه عشان ولادها، عشان الغريب. لا 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 لا، هي عاملاه عشان تحس ان هي بتقول انا الباسورد بتاعتي مع الشركه كلها. ما انا مش انا ام. الباسورد ده انا موبايلي، انت بتمسكه اكتر مني عشان لو اتسرق مثلا. ماشي لو ضاع. بس انا بقول لك انا جايه لك من بعدين وبقول لك انه الست دايما بتعمل او الام دايما بتعمل باسورد عشان تحس بالخصوصيه اللي هي مفتقداها في حياتها، اللي هي مش بتتحقق دي. شفتي مصطفى سامي بقى بيقول لنا ايه؟ ليه زمان ما سبتناش ابريه؟ انا عمري ما كنت بريئه. ده سؤال صعب جدا. ما عنديش اجابه للسؤال ده ومش حاسه منطقي بالنسبه لي. اتكلمي عن نفسك بقى.